المهم وصلنا للكوكب اللي المفروض انه هو ده اللي هيقام فيه الماتش بتاعنا. نزلنا وكنت للمرة الاولى اشوف التطور، اشوف مناظر جميلة، كنت مبهور. وصلنا للفندق اللي المفروض هنستريح فيه من الرحلة، دخلت اوضتي وكالعادة نمت. نمت وانا مش بفكر في اي حاجة، كان نوم هادي ومليان احلام جميلة جميلة زي يويو كده. المهم صحيت على صوت الباب وهو بيخبط، قمت وانا بشتم كل الشتائم اللي حافظها في حياتي. فتحت الباب، كانت يويو. قالت بابتسامة: انت لسه نايم؟ انا كنت نازلة اخد جولة هنا قبل ميعاد المباراة يعني، فقلت يمكن تكون عاوز قطعتها. وقلت لها ثواني وهكون تحت، استنيني قدام الباب بتاع الفندق. نزلت من الأوضة وانا نزلت بعدها وقابلتها، وفضلنا نلف ونهزر ونضحك. انا ضحكت، انا كنت كل ما بضحك بحط ايدي على وشي عشان اتأكد. يويو نسيتني كل حاجة، نزلت دمعة من عين همر وكمل كلام وقال: وخلص اليوم ورجعنا للفندق وكنت واقف قدام الأوضة بتاعتها وهي واقفة جنبي. قلت وأنا باصص لعينيها لونهم أخضر: شكرا. انتي بجد عالجتي نفسي وروحي وعقلي، رجعتيني طبيعي تاني، قربت مني وطبعت بوس على خدي وقالت وهي رايحة أوضتها: تصبح على خير. حطيت ايدي على خدي وانا مش مصدق اللي لسه حاصل. فكرت اروح وراها بس قلت لا لا لا، ده هيكون تصرف غبي وقتها. ورجعت ومعرفتش انام، بس الموضوع هنا كان مختلف. انا معرفتش انام عشان كنت بفكر فيها. بعد ساعات الباب خبط تاني وفتحته، كان موتو. ونزلنا عشان نروح الحلبة اللي هنصارع فيها. وصلنا فعلا ودخلنا، وكانت التعليمات كالآتي: انا ويويو في نفس الفريق ضد اتنين تانيين. وقفت على باب الحلبة واستنيت يويو لحد ما جت وخرجنا مع بعض. اعداد المشاهدين كانت بالالاف وكانوا من الطبقة الغنية، لبسهم وشكلهم كان بيقول كده. المهم دخلنا ودخلوا المنافسين على الحلبة، وبدأ المذيع يقدم المصارعين: ها نحن ذا نبدأ أقوى وآخر منافسات المصارعة المتنقلة والمنافسين. على اليمين هامر ذو الضربة الواحدة، أنت ممل يا صاح. ومعه في الفريق يويو الجميلة الأكروباتية من أقوى المصارعين في الكون. وعلى اليسار يا للهول، إنه هومان العملاق الأصلع. وبجانبه داتي ذو الجسم الخشبي والأذرع المفتولة بالعضلات. بكل بساطة أعزائي المشاهدين، هؤلاء الثنائي رائع. والآن تشبثوا بمقاعدكم لأن التحول بدأ. ما فهمتش وقتها يعني ايه التحول ده، لكن فجأة بدأت الأرض تتهز والمدرجات بتاعت الجماهير بدأت تضم على الحلبة. بصيت حواليا لقيت الحلبة بدأت تتغرس في الأرض، فضلت تنزل لعمق كبير جدا ووقفت، وطلع نور أحمر من كل مكان وبدأ الحبال تنزل حبل متين. قطع تركيزي صوت المذيع وهو بيقول: الآن البداية، الفريق الفائز فقط هو من يستطيع الخروج من هنا، والفريق الآخر سيدفن حي في الحفرة. هيا بنا المشاهد. بصينا على الاتنين اللي كانوا جايين علينا، وقال واحد منهم: انصحكم ما تحاولوش معانا لاننا هنخرج من هنا وانتوا هتفضلوا. ولف ومسك في الحبل وبدا يطلع عليه. فقت ساعتها وجريت عليه، مسكت رجله وحدفته بعيد من على الارض. جرى عليا لكن قدرت اتفادى الضربه، وبصيت على الحبل لقيت واحد منهم بيطلع عليه. بصيت في المكان اللي يويو كانت واقفه عشان اقول لها تروح وتمنعه، لكني ما لقيتهاش، هربت.
استغلت انشغالي وخفت جسمها وهربت. انا كنت حاسس بالغضب، الاحساس اللعين ده بدا يرجع تاني. ليه عملت كده؟ جريت ناحية المصارع اللي على الحبل ونزلته على الارض. الموقف كان كالاتي، انا واقف وفي ظهر الحبل وقدامي الاتنين دول، وقال واحد منهم: استسلم، انت لوحدك، مستحيل تقدر تتغلب علينا. قلت وانا رايح ناحيتهم: انتوا حظكوا وحش، لان ببساطة غضبان جريت عليهم وضربت واحد بالرجل ومسكت التاني من ايده وشدته ناحيتي وضربته بدماغي وقعته على الارض. بدأت اضحك، لكن وانا بضحك جاء واحد من ورايا وضربني بالرجل وقعني على الارض. قام اللي كان واقع ونط ونزل بجسمه على صدري وبدأوا يشدوني من رجلي وهم بيضحكوا. اخدت نفس عميق وفلت منهم ورجعت للمكان اللي فيه الحبل تاني. ساعتها اكتشفت انه مستحيل اعملها لوحدي، اجسامهم كانت قوية جدا، الغضب لوحده مش كفاية. بدأوا يتقدموا ناحيتي وهم بيضحكوا، لكن الابتسامة دي ما فضلتش كتير. يويو ظهرت فجأة من فوق دماغي وكان معاها عصيان حديدية كبيرة، وضربت واحد منهم بيها في دماغه وضربت التاني بالرجل وقعته على الأرض. أنا كنت واقف مذهول من اللي حصل. قالت وهي بتحتفل العصاية: ما تقفش كده، اعمل حاجة. مسكت العصاية واشتبكت مع واحد منهم، وبعد معركة دامت لدقايق كنت واقف انا ويويو قدام الاتنين اللي مرميين على الارض. قالت يويو وهي متجهه ناحيه الحبل: يلا بسرعه قبل ما يستعيدوا وعيهم. لسه هتتحرك مسكتها من ايديها وشدتها وقلت: انت كنت فين؟ انا كنت هموت هنا لوحدي. قالت وهي بتفلت مني: كنت بجيب اي حاجه تساعدنا في المعركه، انت مش شايف اجسامهم صلبه ازاي؟ اوعى ايدك دي بقى. سبت ايديها فعلا وبدانا نطلع وسط تهليلات المشاهدين وصفيرهم العالي، وبكل بساطه اتقفلت الحفره والاتنين جواها. ظهر المذيع وقال بصوت عالي: نهاية غير متوقعة، لقد فاز هامر وزميلته وذهب هومان وداتي للجحيم، صفقه للفائزين. نزل من السقف صندوق، صندوق كان ذهبي كان كبير، وقف قدامي. فتحته وبصيت فيه، فتحت عيني على الآخر، كانت جوهرة كبيرة جدا لونها أزرق وبتشاع نور. مديت إيدي ناحيتها لكن وقفتني يويو وهي بتقول: بس سيب، أنت مش فاكر آخر مرة عملت إيه في البلورة؟ ابتسمت وسبتها تاخد الجوهرة ورفعتها في الهواء. كانت ليلة جميلة جدا، كان كلها احتفال. خلصنا، وصلنا للفندق. وقتها المسجون الصغير رد وقال: طب والجايزة؟ رد عليه هامر وقال له: اتفقنا اننا هنتجوز. تستغربش، انا حبيتها جدا وهي كمان حبتني قوي. وبدأت الدمع تنزل من عين هامر. كمل وقال: في نفس الليلة سمعت صوت كركبة من الأوضة اللي جنبي، اللي بالمناسبة كانت أوضة يويو. خرجت وأنا بتلفت يمين وشمال، بصيت على باب الأوضة لقيته مفتوح، رحت هناك وزقيت الباب بإيدي ودخلت وشفت المنظر اللي عمري ما نسيته. الشباك مفتوح على اخره، نور القمر داخل للأوضة ومنور كل حاجة. يويو كانت نايمة على السرير والدم مغرق كل حاجة فيها. كانت الأوضة مقلوبة زي ما تكون دارت معركة هنا. جريت عليها مسكتها، فضلت اعيط، قعدت اقولها: اصحي اصحي، انتي مبتيش، صدقيني اصحي.
مستحيل بعد ما النور دخل حياتي يحصل كده. أمي ما تهزريش، انت اكيد بتهزري صح؟ ردي عليا. بعد عياط وتفكير لقيت اني لازم اروح لموته. جريت والدم مغرق جسمي وطلعت من أوضة يويو وجريت على موته وبقيت اخبط بجنون لحد ما فتح لي. بدأت اقول كلام متداخل مش مفهوم لحد ما قال لي ادخل ادخل. دخلت والجو كان برد جوه الأوضة. بصيت له وانا شايف رجليه اللي مش قادر يقف عليها. قلت له يويو يويو ماتت، في حد قتلها، فوق لازم نعمل حاجة. اتصدم وقال لي ايه، طب خليك هنا ثواني البس اي حاجة بسرعة واجي معاك. بعد ما دخل يلبس بدأت افكر. الجو برد وده معناه ان الشباك كان مفتوح والرجل بتوجعه. ممكن يكون هو ال... ايه ده، في نور ازرق لاحظته طالع من درج في الاوضه. رحت ناحيه الدرج وفتحته، شفت الجوهره، الجائزه اللي اخدناها. لا، الجوهره دي كانت مع يويو. ما لحقتش اعمل اي حاجة لاني حسيت بسن ابرة بتغرس في رقبتي. لفيت عشان اشوف موته وهو مبتسم ويقول كنت ناوي احتفظ بيك بس انت اللي عاوز كده ومش هموتك، انا هحبسك واغمى عليا. صحيت لقيت نفسي في السجن كتف. بدأت أصرخ بصوت عالي، جاء ضابط وخرجني من الزنزانة ووداني المكتب المأمور. قعدت وبدأت أحكي كل حاجة. قال وهو بيبتسم وبيسقف حلو قوي الفيلم ده، يا ترى ده مستوحى من أحداث حقيقية ولا إيه؟ أقولك أنا بقى الأحداث الحقيقية. اللي حصل إنك طمعت في الجوهرة معرفتش تعمل إيه، فكرت تسرق وفعلا دخلت اوضتها وهي نايمه، حاولت تسرق الجوهره لكن صحيت يويو وحصلت بينكم مشاجره بتنتهي بانك قتلتها. وبتنزل عند موته بتهجم عليه وبتحاول تقتله لكنه بيقدر يوصل للابره المخدره اللي كان محضرها عشان كان عندكو ارق. بيتصل بينا واحنا بندخل بنقبض عليك وانت غرقان في دم يويو. ها ايه رايك في الفيلم ده؟ احلى من اللي انت حكيته مش كده؟ بدأت أنكر كتير لكنه مصدقنيش. اتحبست واتحكم عليا بالسجن مدى الحياة. لحد ما في يوم حصلت حاجة غريبة، شفت يويو في الزنزانة كانت غرقانة في دمها. والدته هي متعصبة، جبان انت اجبن شخص شفته في حياتي. انا مشيت، انا مت والمتسبب في كل ده حر بيستمتع بالجائزة بتاعتنا، انت قاعد هنا مبتعملش اي حاجة. قوم خد لي حقي، قوم يا حبيبي. ساعتها حصل مزيج بين الغضب والحزن والانتقام. بدأت أكسر في كل حاجة في الزنزانة. دخل علي الحراس وحاولوا يضربوني لكني قتلتهم ومشيت في طرقات السجن وأنا بموت في كل شخص بيحاول يمنعني. وخرجت من السجن ومشيت ناحية الفندق ودخلت.
كان في عامل حاول يمنعني، قتلته هو كمان وطلعت الأوضة موته وضربت الباب بالرجل. قام مفزوع من على السرير وبدأ يتحايل عليا لكني ما كنتش سامع صوته، ما كنت سامع صوتها هي. خد لي حقي، خد لي حقي. فقت وانا ماسك راس موت في ايدي وجسمه عبارة عن اشلاء. اتقبض عليا ودوني الكوكب السجون لخطورتي الشديدة. في السجن اخدت سنين كاملة للتفكير، مين كان سبب كل ده؟ مين عمل كده فيا؟ والإجابة كانت مالدي. مالدي باللي عمله كان نقطة التحول في حياتي، واستنيت لحد ما سمعت انه رجع، وهنا انا ما قدرتش انسى او اسيبه. وحصل كل اللي انت عشته معايا. رد المسجون الصغير وقال له قصة صعبة جدا، بس عارف من قصتك عرفت ان مشاعرك هي اللي بتحركك، ودي مش حاجة حلوة قوي. حاول تتحكم في نفسك اكتر، انت مش لاقي سبب تعيش عشانه، وهو ده سبب رغبتك في الانتقام من كل شخص غلط في حقك. مفكرتش تسامح؟ رد هامر وقال لا. اسامح مين؟ اللي قتل امي، ولا اللي قتل حبيبتي، ولا اللي قتل ابويا ونفاني؟ بس انت عندك حق، انا لازم ادور على هدف للحياة غير الانتقام. قطع كلامهم جنود بيدخلوا وبيقفوا على اليمين وعلى الشمال، وبيدخل بينهم الملك، الملك سانلي. بيبص الهامر وبيقول له هامر هامر هامر، المصارع الاقوى، القاتل السارق، مين حطك في طريقي؟ رد عليه هامر وقال له انا مش قاتل، وهخرج من هنا غصب عنك. وجه ساعتها حارس من الحراس المسدس بتاعه ناحية هامر وقال كلم الملك بأسلوب أحسن من كده. الملك قال وهو باصص لهامر، عندي ليك عرض، هتصارع للمرة الأخيرة، ولو كسبت هتاخد حريتك وشوية فلوس تقدر تهرب بيهم لأبعد مكان. مرة واحدة بس أخيرة. هامر رد عليه قال له أصارع؟ أصارع لصالح مين؟ رد عليه الملك وقال له مسابقة معمولة على مستوى الكون، هيكون هناك أقوى المصارعين. ها موافق؟ هز هامر راسه وقال له موافق، بس المسجون الصغير يطلع من السجن هو كمان. وافق الملك ومشى، وقبل ما يمشي سأله هي المسابقة دي هتكون فين؟ بصله الملك وقال هتكون على كوكب أسو في حضرة الكارنمال دي، أما عن اللي نظمها فهو رورن. فتح المسجون الصغير بقه على الآخر وبص الهمر اللي ابتسم وهو بيقول بصوت واطي الانتقام جايلك يا مالدي ومش هرحمك. المسجون الصغير بص له وقال له مفيش فايدة فيك يا عمر. الفضاء، كوكب أسو. زيلاسيوس حضر الجيش وراح لمالدي، أخد منه إذن التحريك بالجيش كله ناحية كوكب شراع. وفعلا خرج زيلاسيوس بالسفينة بتاعته وسط الآلاف من السفن الحربية وحاملات الجنود وقال النهاردة الميعاد،
هنخلص من أكبر صداع حصل في التاريخ، هنسيطر على الكون كله، انتوا أكتر وأقوى وأسرع مني، مش عايز أي تهاون مفهوم؟ ما تخافوش، المخلص انتهى، محدش موجود عشان يحمي المتنبئ، اتحركوا. وفعلا بدأ أكبر أسطول في التاريخ يتحرك ناحية كوكب الملك شراع، وعلى الجانب الآخر وصلت أخبار تحرك الأسطول للمتنبئ عن طريق كرون طبعا، وبدأت الاستعدادات للمعركة. في الوقت اللي الجيشين بيجهزوا فيه، هامر بدأ يتدرب في قاعة التدريبات اللي جهزها له الملك سانلي عشان يكسب المسابقة، بس هو ما كانش بيتدرب عشان يكسب المسابقة، هو كان بيتدرب عشان يقتل مالدي وأحمد. أحمد محدش يعرف عنه أي حاجة، لحد ما جيش زيلاسيوس يروح لكوكب شراع. تعال نشوف في الركن المظلم حصل ايه لأحمد. الفضاء، الركن المظلم، بندخل المكان لكن بنلاقيه فاضي، مفيش أي كائن حي هناك، مفيش جثث، مفيش أي حاجة، المكان مهجور، الساحة المرعبة، ساحة الرماد فاضية لكن متدمرة، يا ترى راحوا فين؟